الصخور. نحن في جنوب غربي بلادنا الغالية حيث تنتشر أشجار الصبار وما تحمله من ثمار هي تين شوكي أو برشومي، وهذه موجودة في كل مكان، في الأودية وفي الجبال وفي الأحراش وفي الممتلكات الخاصة والممتلكات الحكومية والطرق وغيرها، وتثمر كميات هائلة كبيرة من هذه الثمرة الجميلة، وما هي إلا أيام حتى تذوي وتتعفن. السؤال: أمام طريقة لاستغلال واستثمار هذه الثروة المهدرة؟ الصبار له استخدامات أو ينتج منه الكثير من المشتقات الصحية والطبية والصيدلانية بجانب ثمار هذه الثمرة الجميلة اللذيذة. نرجو ألا تهدر هذه الثروة، والسلام عليكم.